تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار المشاريع البلدية المشتركة بمختلف مناطق مملكة البحرين. وأقام سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة النائب عبد الرزاق حطاب بجولة تفقدية لعدة مشاريع تطويرية بالدائرة السادسة. وأفاد المهندس خلف بأن مشاريع الطرق في الدائرة السادسة بالجنوبية تشمل تطوير طرق المجمعات 913 914 915 916 و917. من جهة أخرى، تفقد الوزير خلف أعمال صيانة وتطوير عدد من حدائق المحافظة الجنوبية، منها حديقة العائلة في الرفاع الشرقي مجمع 916. كما اطلع سعادة وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني على أعمال التطوير في حديقة نون في الرفاع الشمالي مجمع 915. كما اطلع وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني على أعمال تطوير حديقة بكوارة وحديقة الأنصار في منطقة البكوارة مجمع 913. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للوقوف على المتطلبات الخدمية في مختلف المحافظات، اليوم في هذه الزيارة تم الاطلاع على عدد من المشروعات البلدية وأيضا المرتبطة في البنى التحتية في منطقة الرفاع، خاصة في المجمعات 913 914 915 917. ما يتعلق بتطوير مجمع 917 وأيضا مجمع 913 و914، منها تطوير شوارع وأيضا تطوير بعض الممرات، وأيضا التركيز يكون إن شاء الله على مواقع تجمع مياه الأمطار. ولا شك أن هذا التطوير ينظر إليه أهل المنطقة من فترة وجاءت في وقت مناسب. تكلمنا عن بعض المشاريع اللي بتصير في الدائرة إن شاء الله في خلال سنة 2020 و2021، بيكون فيها عدة مشاريع إن شاء الله بتطور، منها حدائق في الدائرة، مشاريع بنية تحتية.